تعرفون ما الذي دغدغ خيالات البشر حول العالم وأكسب أفكار التنويريين الأوروبيين في القرن الثامن عشر بالذات جاذبية خاصة إلى اليوم؟ على فكرة إلى اليوم جاذبية خاصة لهؤلاء التنويريين، نزعتهم الكوزموبوليتية أو العالمية. مونتسكيو يقول: أنا إنسان بالضرورة وفرنسي بالمصادفة، قبل أن أكون فرنسياً فأنا إنسان وأفكر على مستوى الإنسان وعلى مستوى كرامة الإنسان، روح الإنسان وأشواق الإنسان. يا أخي يقول هذا مونتسكيو، لماذا لا يقوله مفكر مسلم؟ لماذا لا يقوله مفكر قرآني يا إخواني؟ لماذا؟ لأننا يا اليوم لسنا لائقين ولسنا مستعدين ولا مؤهلين أن نترجم عن خطاب أو نبلور خطاباً يثبت أنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عنوان هذه الخطبة سيكون، فكرت فيه، كافر بالإنسان كافر بالرحمن. أنت كفرت بالإنسان، أنت كفرت بالرحمن. لا يمكن أن تكفر بالإنسان ثم تقول لي أنا مؤمن بالرحمن. تعرفون لماذا؟ ما هو ومن هو الرحمن الذي آمنت به؟ ما هو ومن هو الرب الذي آمنت به؟ رب ماذا؟ هو رب الناس. إذن لا يمكن أن تعرف مظاهر ربوبيته إلا بعلاقته بماذا؟ بالناس. هو رب الناس، هو رب العالمين، ونحن عالم من هذه العوالم. فإذا أردت أن تختبر معرفتك، تحسسك لربوبية الله عبر ماذا؟ عبر فهمك لشرع الله. في إيه؟ في خلق الله، في ناس الله، في عالمي الله تبارك وتعالى.